أكد علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي في اجتماع هيئتها لدريال يوم الأربعاء، أكد أن محاولات القوى المعادية للجنوب بخلخلة النسيج الاجتماعي وشق الصف الجنوبي وإثارة الفوضى في الجنوب مصيرها الفشل كسابقاتها. الكثيري أشاد بدور الأجهزة الأمنية في ملاحقة الخلايا الإرهابية والعناصر المتورطة في محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب. أكدت لجنة التواصل لتحقيق مطالب أبناء حضرموت في اجتماع لها اليوم الأربعاء سعيها إيجاد انفراجة شاملة تؤدي لتحقيق مطالب أبناء المحافظة عبر جبهة موحدة. اللجنة كشفت عن التواصل مع عدد من المكونات التي بدورها أكدت وقوفها مع أهداف اللجنة، ومنها توحيد الصف والثبات على المكتسبات الأمنية ودعم قوات النخبة الحضرمية وتعزيز جهود قوات الأمن لضمان الاستقرار الأمني في المحافظة. بحث حسن منصر غيثان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبيان اليوم الأربعاء مع رئيس الاتحاد الزراعي الجنوبي في المحافظة المهندس صالح مساعد الأمير، بحث تداعية السيول في مناطق دلتا أبيان وسد بتيس على مدار الأسبوعين الماضيين، كما استعرض اللقاء الأضرار التي لحقت بالمزارعين نتيجة السيول التي تسببت في خروج عدد من القنوات الزراعية والعقم الترابية عن الخدمة. ضبطت شرطة كريتر في العاصمة عدن اليوم الأربعاء متورطين في جرائم سرقة عدد من المنازل والمحال في محافظة أبيان، وقادت التحريات إلى الكشف عن العناصر الإجرامية والقبض عليهم وتسليمهم إلى أمن محافظة أبيان لاستكمال الإجراءات. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.